وهل ينطبق علينا قول الشاعر الذي قال مات الضمير الذين يعيشون في عيادة الرملة وأكياس البول تتقدرون نائمون؟ أين القوى والتنظيمات؟ أين الفصائل؟ وقرارا من النبي المصطفى. نطلب من حقوق الإنسان أن تتدخل من أجل أسير خليل عواده، ونطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتدخل من أجل أسر الحر، أسر الكرامة والحرية. نتمنى أن من حقوق الإنسان والسلطة الوطنية والمؤسسات الحقوقية أن تتدخل من أجل الأسر المغربية عن الطعام. نتمنى كمان من محافظة الخليل أن تطلع عن بكرة أبيها من أجل فلسطين وأجل الأسير اللي ضحى بنفسه من أجل فلسطين وليس بأجل المال ولا بأجل الشخصية. نتمنى من الجميع أن يتدخلون في هذا الموقف يعني البسيط، أن يقفوا وقفة رجل واحد من أجل الأسير خليل عواودة. يعني لو تيش يعني بدنا نقف، نتمنى رحمة الله عليك شهيد، ولا تيش هذا الحكي. لو في حفل زفاف أو أي حفل داخل فلسطين من دون أي قضية فلسطينية لنقيت المئات من أجل الزفاف. لماذا؟ الأسير يعني شاب فلسطيني مقصر مع الأسير الفلسطيني. صحة خليل من سيء إلى أسوأ، يتقيأ الدم من شهر، لا يستقبل المياه، معدته على طول براجع، بعدها صار يراجع دم، عنده دوخة مستمرة، عنده فقدان، عنده تشويش في الرؤية، ازدواجية في الرؤية، عنده ألم مفاصل، لا يستطيع الوقوف، يعني على كرسي لا يستطيع الكلام، يمكن كل خمس دقائق لما يطلع جملة، وضعه سيء جدا للغاية. أنا بدي العيد يكون مع بابا، أنا مش حابب العيد يجي وبابا يكون بدوننا.